ومثل ما ذكرت قسيس إنه هذا اليوم أو هذا اليوم التاريخي لا يتكرر. السبب الأول لأنه يوم تمجيد يسوع، حضرتك شرحت إنه بشكل مبسط بيتكلم عن عملية الفداء الكامل، موت يسوع، دفن يسوع، قيامة يسوع، ظهورات يسوع، صعود يسوع، وطبعا إرسال الروح القدس. بيتكلم عن حقبة تاريخية تمت في أيام التلاميذ. عايز أضيف حاجة أخرى كمان بالنسبة للأمر إن ده يوم تاريخي، لأنه كمان يا أسيس نزار هو يوم إتمام وعد يسوع للتلاميذ. أيوة. إتمام وعد يسوع للتلاميذ. الرب يسوع قال لهم بصورة واضحة إن الروح القدس اللي يرسله الآب باسمي، زي ما بيتكلم في يوحنا 14:26، يقول يعلمكم، يذكركم. يتكلم في يوحنا 15:26 يقول الروح القدس الذي أنا أرسله إليكم هو هيرسله إليكم. وبالتالي كمان في سفر الأعمال أصحاح 1 يقول موعد الآب. نعم. الذي سمعتموه مني، وهو يقول خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. يعني الرب يسوع وعد تلاميذه بأنه سوف يرسل لهم الروح القدس، يقول لا أترككم يتامى، إني أرسل لكم الروح المعزي، الباراكليتوس. الباراكليتوس هو الروح القدس، روح مش جسم مش شخص، لكن هو الأقنوم الثالث في اللاهوت. أرسل لكم الروح المعزي. وإرسال الروح القدس على التلاميذ في يوم 50 دليل على صدق وعد الرب يسوع ليهم. ظهر لهم 40 يوم، مش يوم ولا 2 ولا 3، بعد ما أمن بين الأموات. وظهر لهم ببراهين مختلفة متنوعة في أماكن مختلفة يا أسيس نزار، ظهر لأفراد وظهر للاثنينات وظهر لمجموعات، ظهر على البحر وظهر في العلية وظهر في السكة وصعد إلى السماء، وهو بيقول لهم أن لا تبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. وإرسال الروح القدس في يوم 50 دليل على صدق وعد يسوع المسيح. المسيح لا يخلف الموعد على الإطلاق. فعلا. موعد الآب أتى، وإرسال الروح القدس دليل على صدق كلمات يسوع. وهذا بعطي شرعية ومصداقية ليسوع المسيح عندما قال أنه سيقوم في اليوم الثالث، وقام وأعطى مصداقية وشرعية لكلام يسوع المسيح أنه سيرسل موعد الآب وأرسل الروح القدس. وهذا طبعا تعبير عن تاريخية هذا اليوم، إنه يوم تمجيد يسوع لا يتكرر، وإتمام وعد يسوع. هذا بأكد على مصداقية المسيح. اتفضل أسيس رضا، كمل أنت معنا. الحقيقة إن الرب يسوع زي ما حضرتك تفضلت يا أسيس نزار، والرب يسوع قال حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطهم في متى 18:20. إزاي؟ نعم. إزاي؟ هو اللي قال ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. إزاي؟ الروح القدس موجود، الروح القدس موجود، يكون معكم، ماكث فيكم. والرب يسوع لم يتركنا لأن الروح القدس هو روح المسيح اللي بيرشدنا إلى كلام المسيح. وفعلا وجود الروح القدس تأكيد على أن الرب يسوع لم يتركنا على الإطلاق. منين ما يجتمع 2 أو 3 باسم الرب يسوع، يعني تحت سيادة الرب يسوع، إن اتفق 2 أو 3 منكم على الأرض يكون لهم. ليه؟ لأنه الروح القدس موجود، الروح القدس بيرشد المؤمنين، الروح القدس موجود معانا، روح المسيح موجود معانا. لأن المسيح وعد، ولأن المسيح نفذ الوعد بتاعه، لأنه ليس إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل أسيس نزار، أو يتكلم ولا يفي؟ أبدا، هو لا يغير شيء من كلماتي على الإطلاق أبدا. ما عندوش شيء ينسخه ولا يغيره على الإطلاق. هو الحق الذي يقول الحق ويشهد للحق.